خلال مؤتمر صحفي على هامش كأس العالم للأندية المقام حاليا في المغرب، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتير عن نجاح المغرب في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية على جميع الأصعدة، كما نوه بالإنجاز الذي حققه فريق رجاء البيضاوي بوصوله إلى الدور النهائي. سيان بوخليفي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتير أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي أن النسخة العاشرة لمونديال الأندية التي يستضيفها المغرب تشهد نجاحا مبهرا، كما أوضح أن هذا النجاح مرتبط بعوامل كثيرة أبرزها الجماهير الكبيرة التي حضرت اللقاءات وصنعت الحماس المطلوب. المغرب لديه دائما فكرة تنظيم كأس العالم، والآن ما شهدناه مؤشر إيجابي جدا قبل المباراتين الأخيرتين السبت المقبل على الملعب الرائع في مدينة مراكش. هناك جماهير كثيرة في الملاعب وفي جميع المباريات، وهذه هي الأجواء التي جعلت هذه البطولة ناجحة جدا. ومن بين أبرز النقاط التي أثرها جوزيف بلاتير كذلك نجاح فريق الرجاء البيضاوي كأول فريق يمثل البلد المنظم في بلوغ المقابلة النهائية، هي سابقة جعلت المغرب يواصل حلم القارة الإفريقية وليس فقط المغاربة. كما أن خصوصية هذه الكأس هي أنها شهدت تأهل فريق غير بطل في قارته، أعني الرجاء البيضاوي، إلى المباراة النهائية، عكس ما يتوقعه الجميع في تأهل بطلي قارتين. لكن الأمر عكس ذلك، لأن النهائي سيجمع بين أفضل فريقين في العالم. أود أن أشكر الجماهير على رحابة الاستقبال وعلى الابتسامة التي رافقت المونديال، وكل الاحترام أقدمه طبعا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جوزيف بلاتير أعرب كذلك عن أسفه الشديد لغياب الجماهير الأوروبية، خصوصا أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا يعتبر حافزا كبيرا.